يهلكني. يعني أكيد أنت شايف وحاسس بهذا الشيء. الشخص الثاني باش، أنا ما عندي كتير قصص أقوله، بقول كم شغلة كم كلمة عن القصص اللي بحبهم فيك وعن القصص اللي خلتني أحبك. بحب إنه بتضحكني، بحب إنه بتحترمني، بحب إنه بتخاف علي. راحت عليك أحلى شيء بحياتي. انزل روح، انا بس عشان باخذ الحبه هاي تهلكني. بتصور هيدي الكلمه بتعبر عن كل شيء. اهم 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 شيء انه بتحترمنا. شكرا. انا ما عم بكذب. برافو. اوكي الله يخليك يا بعض. ايجو الو الو الله يخليك يا بعض يخلي ابنك فوزي. احلى فوزي. فوزي ابنهم. فوزي اسم غلط. شو الدموع في يعني؟ يلا 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 الناس. لا وين شفت الدموع يعني؟ جربكم خلص سكتوا. بس لا اشيل صبعي لهذا. يلا I don't think honestly I don't think there's anyone that I can remember that I've ever respected more than I respect you. I tell you this all the time. You're such a gentleman. And but like every single time. Honestly, no matter who I'm close and not close to here, you're the most person I feel comfortable around. I don't show it to you, but it's true. You're the most. If I fall flat on my face and you're there, I don't care how I look because you're there. If I honestly, you're. If I had a brother, he would. It would be you. He wouldn't be like you. He would be you to me. You're not like a brother. You are a brother, and you're not. What I like is you don't act like. My older brother, you act like my brother. You don't treat me like I'm a kid. We're not that much older and younger than each other for you to treat me like a kid, but you really don't. You respect me, and I like that as well. And I know that you care, even though you don't show it that much, but I know that you really care about me, and that's what I love. And you're part of the Fantastic Four. I'm never going to forget the first prime we had together. I think that was probably the most time I realized how much I loved you and I cared about you, how good of a person you were, how much fun I had hanging out with you. Honestly, if I had to pick one of the most powerful moments since I've been here, it would be that prime on stage, just both of us. It was amazing. I don't know. I think you're one of the most people that I love and care about here, but every day I find a new reason to like you. Every day I find something new, and every day I really, really care about you. And you're not a friend, you're a brother to me. And I don't know. طب بصي بعد ما نخلص كلنا مشوا نطلع ننور كمان. لا اوكي اذا ما احنا مش موجودين. لا لا ليش؟ طب شوف رقد. شوف رقد. شوف رقد من الليفينج لهون. لا لا هون. شوف رقد. خلص احترموا. لا لا نكملوا. شوف فرقت. ما فرقت شيء. فرقت انه احنا مستحيين. بنتمنى انكم تتكلموا باختصار. اللي مو عاجبه اللي مو عاجبه يطلع. انا اكثر واحد عم بحكي باختصار بس رح ضل عم بحكي باختصار بس هذا الشيء ما بيعني انه انا في كثير شغلات بدي احكيها. رح احكي شيء واحد بس، انه كنت كل ما انسال بالاكاديمي كل ما جينا وراي نسال على شيء مين بتحسوا انه لازم يحمل لقب السار اكاديمي، كنت ما جاوب بطريقه مباشره اقول اسم. كنت اقول اللي بيستاهل ياخذ سار اكاديمي لازم يكون شخص عقله كبير، يعرف كيف يتصرف لبعدين، يعرف كيف يقدر الشيء اللي هو رح ياخده، يعرف يعني يعرف كيف يرجي العالم انه هو ستار،
يعرف شلون يحترم هذا الشيء وشلون يرجي لكل العالم. كان أول شخص يخطر على بالي هو ميشيل عزي. كان كان ها أصدق كان برافو بابا ميشيل بالأحرى جده ميشيل أنا أول شخص شفته من طلاب ستار أكاديمي هو وتانية. أول شخص شفتهم بالوتيل كانوا قاعدين يتغدون. تكلم هو كنت أتغدى منه كانت معك تانية شفتكم لا تقول لا ميشيل إذا باختصار يعني إذا كنت أنا أدور صاحب في العالم فأكيد راح أقول ميشيل عزة. ميشيل بدي أقول إنه سوري دقيقة وفي كلمة أنت قلت لي إياها سؤال مو كلمة سألتني أنا لو أنا ومعاك كنا بغرفة الشباب سألتني قلت لي بسألك سؤال جاوبني بصراحة هل فعلا أنت وفلان كذا 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 أحب أقول لك أكيد لا يعني لأن قول أنا ما عندي مشكلة إذا بدك تقول عارف شو عم تحكي ما تحكي ما تأكل أنت بمنتي راح أحكي مدام يعني إذا بدك أنا ما عندي ساعات بدك سألني ميشيل صحيح أنت وعبد العزيز ما بتحبوني فمو استغربت انصدمت يعني كانت صعقة كهربائية كانت شفي داخل ايه فما ادري شلون انا حسيت يعني انت ان انا وعبد العزيز ما نحبك مع انه بالعكس يعني اللي يقول ما يحب ميشيل عزة هذا يناقض نفسه اكيد مجنون اكيد يعني مجنون ومريض نفسي لان ارجع واقول اذا كنت انا ادور صاحب بالعالم فهو ميشيل عزة ديل حبيبي ميشيل نحب نقول لك اللي اختصر ها اوكي اكثر حاجة عجبتني فيك هي ال tu es mûr pour ton âge. Tu es assez mûr. Non, dis je l'aimerais. متفهم لكل موقف و اكثر حاجه تعجبني فيك زاد نحس بيك تبدا منرفز اما نحس بالكبت نتاعك تكبت روحك ما تحبش تكسبلوزي على العباد الكل مسالم ووقت اللي وقت اللي الواحد يبدا حاجته بميشو يلقاه ميشو كسو سوا ديليجي ولا مش ديليجي فعلا يلقى ميشو معناتها يلقى سند وكما قلت ورجعت قلت نحبك برشا 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 بتونسي وربي خليك تانية وربي إن شاء الله تانية خليك ميشو وكما قلت نهني لبنان على تانية نزيد نهني لبنان أكثر وأكثر على ميشو ربي خليكم ولدكم فوزي وين أنا وين ما ميشو بتجوز تعرف إنه أنا الوحيد مش لازم أحكي لأنك بتعرف أنت شو عندي بالنسبة إلي يعني ليش برنامج ألبوم بتعرف إنه أنا بأيام الكاستنج الأول ما كنا نحب بعض كنا نكره بعض شو كنا نحب أيوة كنا نحب بعض ضحك كلمتين تحكيهم وأعطي رديالة وحياتك لو تأخذ دمي وتزته بالأرض ما بزعل منك بس ترى أغار ها ريح أغار